الإمام علي سألوه عليه السلام، سألوه أي أولادك أحب إليك؟ قال له صغيرهم حتى يكبر، ومريضهم حتى يشفى، وغائبهم حتى يخرج. الجنوب طالما فيه مش شبر مختل، طالما فيه مزارع شبر مختل. ما يكفي شو من وصف بالرياك الشرف، ما يكفي شو من وصف بالرياك الشرف. من حبك يا أبو مصطفى والقلب اسمك هدف، بالروح بالدم بالروح بالدم بالرياك الشرف.